ودع المغربيان يوسف الهواس وسليم غاندي عائلتهما وأصدقائهما وانطلقا في مغامرة ستدوم حوالي 4 أشهر من مدينة العيون بالصحراء المغربية في اتجاه دبي بالإمارات العربية المتحدة، والتي ستحتضن في شهر نوفمبر المقبل فعاليات المؤتمر العالمي للمناخ، وتتضمن الرحلة المرور عبر 3 قارات على متن دراجة رباعية العجلات تعمل بالطاقة البدنية والشمسية. أشرف على تصميمها المبتكر المغربي يوسف الهواس، وتسعى هذه المبادرة إلى التركيز على أهمية الحفاظ على البيئة والحد من انبعاث الغازات الدفيئة والتشجيع على استخدام الطاقات المتجددة في إطار برنامج ممول من طرف إحدى الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات. يقول يوسف الهواس إن المبادرة تدخل في إطار الاهتمام بالطاقات النظيفة، وتشكل مناسبة للتعريف بالجهود المبذولة من قبل المغرب والإمارات ودول عربية أخرى في ميدان حماية البيئة. ويستطرد الهواس في حديث مع مواقع إخبارية أن مسار الرحلة يتضمن التوقف في عدد من مقرات الشركة الممولة للرحلة لعقد لقاءات حول قضية التغيرات المناخية، إلى جانب لقاء فعاليات مدنية تعنى بالحفاظ على البيئة وإبطاء الاحتباس الحراري. ويعتزم المغامران المغربيان يوسف وسليم أن يجتازا خلال رحلتهما مسافة 15,000 كيلومتر انطلاقا من القارة الأفريقية مرورا عبر أوروبا وصولا إلى آسيا. ويؤكد الهواس في هذا الصدد إلى أن مسار الرحلة سيشمل مدنا سبق لها احتضان قمة المناخ كمراكش في المغرب ومدريد في إسبانيا. ويضيف المغامر المغربي أن الرحلة ستمر بعدد من المدن المغربية قبل وصولها إلى القارة العجوز عبر مضيق جبل طارق، وبعدد من الدول الأوروبية من بينها إسبانيا وفرنسا وألمانيا وجمهورية تشيك، سلوفاكيا، هنغاريا، صربيا، بلغاريا وتركيا. وفي محطة تركيا سينتقل يوسف وسليم عبر الباخرة إلى مدينة ضباء بالمملكة العربية السعودية ليبدأ جولة تشمل جميع دول الخليج قبل الوصول إلى مدينة دبي المحطة الأخيرة. يعتمد المغامران المغربيان في تنقلهما على دراجة أطلق عليها اسم ابن بطوطة، وهي عبارة عن دراجة صديقة للبيئة يبلغ متوسط سرعتها 30 كيلومترا في الساعة في الظروف المناخية العادية. وتتميز هذه الدراجة المغربية الصنع والمزودة ب5 ألواح كهربائية وبأجهزة تحديد المواقع بقدرتها على حمل وزن يبلغ 300 كيلوغرام. يقول الهواس إن تصميم هذه الدراجة تم في وقت قياسي لم يتجاوز 8 أشهر، وذلك بالاستعانة بتجاربه السابقة في مجال ابتكار دراجات تعمل بالطاقة الشمسية. ويؤكد الرحالة المغربي استعداده برفقة سليم لتجاوز كل الصعاب التي قد تواجههما في طريقهما إلى دبي، مضيفا أنهما واجها صعوبات منذ الوهلة الأولى بعد خروجهما من مدينة العيون تمثلت في عواصف أعاقت تقدمهما، إلى جانب جو غائم اضطر معه المغامران للاعتماد على قوتهما البدنية أكثر من الطاقة الشمسية لتشغيل الدراجة. ويشير الهواس إلى أن استخدام هذه الدراجة يزاوج بين هدفين أساسيين، وهما التشجيع على مزاولة الرياضة والحفاظ على البيئة في الوقت ذاته من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية والبدنية لتشغيلها. رحلة يوسف الهواس من العيون إلى دبي عبر وسيلة نقل صديقة للبيئة ليست الأولى من نوعها، حيث سبق له أن شارك عام 2018 في رالي رحلة الشمس الذي نظم بين ليو الفرنسية ومدينة كانتون الصينية. يعتبر الهواس أن هذه الرحلة كانت مميزة كونه خاضها مع شخص من ذوي الهمم، وتمكنا معا من قطع مسافة 14,000 كيلومتر وبلوغ نقطة الوصول في الصين الشعبية برفقة 14 فريقا آخر من أصل 42 شاركوا في المسابقة الدولية. ويطمح يوسف إلى أن تحظى رحلته من العيون إلى دبي بالنجاح ذاته الذي حظيت به رحلة الشمس، وأن يقدم برفقة سليم نموذجا في استخدام الطاقات البديلة في قطاع النقل كوسيلة من الوسائل الآمنة للحفاظ على البيئة. نأمل من كل قلوبنا أن تتكلل هذه الرحلة بالنجاح وأن يصل إلى مبتغاهما. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إن أعجبكم لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. إلى اللقاء.